لم ينتهي الأمر بعد في صنعاء بعد قتل الحوثيين لشريكهم في الإنقلاب صالح. تضيق دائرة الحريات وتزداد الصورة العامة قتامة وسوادا في صنعاء. من كان يظن من المؤتمرين أن الأمر انتهى عقب الإنقلاب وأن دوره في الإدلاء بمعلومات وبلاغات عن المناوئين للإنقلاب سيشفع له، لم يشفع له ذلك ودارت الدائرة عليه. صار المبلغين عن الناشطين والسياسيين مبلغ عنهم والمطاردين مطاردين. قتل صالح وتوزع أنصاره بين متحولين حوثيين محتفين بمقتله، وبين محتجزين في البيوت وفي الزنازين، وبين قتلى تم تصفيتهم. تقول المعلومات الآتية من صنعاء إن العديد من القيادات العسكرية والمدنية وأقرباء الرئيس السابق يواجهون مصيرا مجهولا ويساور أهالي الضحايا قلقا وتخوفا إثر انقطاع أخبارهم وانتشار معلومات عن عمليات قتل وتصفية لتلك الشخصيات. حملات اختطافات بالجملة نفذها الحوثيون بحق أنصار صالح، وتقول منظمات حقوقية إن الحملات تسببت في فرض حالة من الرعب والخوف في جميع مناطق سيطرة الحوثيين، حيث رصدت منظمة سام العديد من المداهمات والاقتحامات الممنهجة لمنازل قيادات مؤتمرية في صنعاء والمحويت وعمران وحجة وفي منطقة سنحان وفي المناطق المحيطة بمنزل صالح في صنعاء. سام قالت أيضا إنها تلقت معلومات مؤكدة عن وصول شاحنات مليئة بالعديد من المدنيين تم إدخالهم السجن المركزية في صنعاء وسجون أخرى خارج أمانة العاصمة. واختطف الحوثيون العديد من النساء اللواتي تظاهرن للمطالبة بالإفراج عن جثة صالح واقتادوهن إلى جهة مجهولة. سعار وتوحش حوثي وصل إلى حد تفتيش جوالات المواطنين في الشوارع بشكل فجائي والبحث عن محتوى أجهزتهم، عن أي مواد معارضة لهم حسب حديث الناشطين، عن حملات البحث المكثفة في مختلف الشوارع والمناطق داخل العاصمة صنعاء. وتنتشر فرق نسوية أمنية تابعة للميليشيا في عدد من الأحياء تداهم المنازل للبحث عن أشخاص وتفتش الأجهزة الإلكترونية وتقوم بإرسال من تشتبه فيه إلى السجن. لم يتوقف تصعيد الميليشيا على المناطق الخاضعة لهم، بل امتد إلى العالم الافتراضي حيث حجبت مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية ووضعت يدها على خدمة الإنترنت في خطوة تشكل هيمنة الجماعة المسلحة على وسائل الإعلام ومواقع الإعلام الجديد، لتنضم إلى مئات المواقع الإلكترونية المناوئة لهم التي تم حجبها منذ قرابة 3 سنوات.